أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عادة بما أننا في أول أيام العيد فأكيد الأطفال سينطلقوا مع الانطلاقات بلا حسيب ولا رقيب. نعم، مع هذه الانطلاقات قد يتعرضون بالطبع لبعض الحوادث، وعادة الكدمات والجروح والحروق البسيطة هي من أبرز ما يتعرض له الأطفال في حادثة معينة. أما بالنسبة للصدمات الكهربائية ولدغات الحشرات فهي عادة تكون أقل حدوثا، ولكن الأهالي يصابون عادة بالهلع نتيجة عدم معرفتهم بما يجب عليهم فعلهم في حال حدوث الحادثة. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عصام عبد الباري، أخصائي أطفال وحديثي الولادة. صباح الخير. صباح دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. طبعا إحنا حنركز في الفقرة على نصائح للأهل في حال حدوث هذه النوع من الإصابات. في سؤال يمكن لازم نبتدي فيه أساسا، هو كيف الواحد بيفرق مثلا عندما يسقط الطفل، يعني بشكل عام إذا كان اللي صار له كدمة ولا لا شيء أكبر من كدمة عادية؟ أوكي. كدمة هي عبارة عن تغيير في اللون. نعم. الجلد مكان الضربة يعني أو الوجع مع انتفاخ بسيط. نعم. لكن الكسر لو كان في كسر بيكون في ألم شديدة وما بيقدر يحرك المكان. يعني بيكون في ألم في نفس المكان وما بيقدر يحرك المكان. نعم. ونفس هي هذا عامل الألم، يعني الألم والحركة. والحركة الحركة. نعم نعم. نفس الشيء بين الكسر والشرخ، ولا هي خلاص يعني لازم اصلا ياخذوه عند الدكتور؟ شوفي، هو الالام والحركه بتقول لي يا كسر يا شرخ. لكن انه انا يعني انا ممكن انا ما بنصحش الاهل يعملوها في البيت، بس انا كطبيب لو بدي احسها هعرف انها كسر او شرخ. يعني بالاحساس عاده، او لو كانت شديده، ممكن يتغير الشكل. اوكي، هي بتكون واضحه المنطقة. يعني الله اكبر، بتكون واضحه بالضبط. وليش انا بحكي انه انا يعني انا كطبيب ممكن اعرفها احسها بطريقه معينه، لكن الاهل لو شكوا بكسر او اي شيء ما يعملوش فيها اي شيء، بس يلفوها وما يحركوهاش نهائي. نعم. لانه لو تحركت ممكن تسبب يعني مضاعفات اكثر. في طريقه لف معينه كما ذكرت عشان ما يتحرك العظم او ما يسببه باذى اكثر للطفل؟ هي تثبيت على الوضع اللي احنا فيه. اوكي. بس مجرد تثبيت انه ما تتحركش. نعم. عاد الوضع الطبي احنا يعني نعم. نتعامل معه. طيب في حالة الحروق، خلينا نتكلم في الحروق، إذا الطفل يعني مثلا مسك أنه مويه مغلية سخنة أو شيء من هذا النوع، إيش أول تصرف لازم يقوموا فيه الأهل؟ أول تصرف اللي هو غسل المنطقة بالمية. نعم. وممكن بالمية والصابون، الماء البارد والصابون لمدة 15 دقيقة. كده بتمنع لي، بتخفف لي الألام وبتمنعني من أنه الورم والفقاعات في نفس المنطقة. هذا أهم شيء ينعمل. يقال تفادي الثلج، استخدام الثلج على الثلج موضع، يعني انه انا ما اجيبش الثلج واحطه على الجلد مباشره، لا، انا ممكن فوطه مبلله بالثلج والفها على نفس المنطقه. طيب وكيف الواحد يفرق بين درجه الحرق، يعني اول ثاني ثالث هكذا؟ شوف، الدرجه الاولى عباره عن احمرار. نعم. الدرجه الثانيه بيكون في معها فقاعات، يعني اول ما يكون فقاعات حيكون هذا دخلنا في الدرجه الثانيه. بس هي ما تظهر على طول دكتور الفقاعات يعني وقت الحروق؟ لا، ممكن تظهر، ممكن لو كان يعني احكي لك. طبعا هو انا ما بقدرش اجزم انه هذه درجه اولى. نعم. هنا لدرجه، احيانا بتكون اوفرلاب، يعني درجه اولى على ثانيه، ثانيه على ثالثه، لكن هي ايش اللي لو كانت يعني كميه الميه او درجه السخونه تاعت الميه كبيره، لا، الفقاعات ممكن في نفس اللحظه تظهر. بس لو كانت مش كتير ممكن انه تظهر بعد ربع ساعه ثلث ساعه، بس طالما انه طلعت الفقاعات اذا احنا في الدرجه الثانيه. جميل. طيب كمان ننتقل لحوادث اخرى تحدث خاصه عند الاطفال، ان كان ابتلاع اشياء صغيره مثلا من العابهم او بعض يعني كوره، عمله عمله يحبوا العملات. لا صحيح، ممكن يحبوا الفلوس، ما شاء الله طالعين. يعني ما بلعت وانا صغيره عمله، بس انه شكلك يعني عندك. لا، عاد هي كانت الطريقه الوحيده يمكن الاحتفاظ بالفلوس. كنت فاكره نفسك الصالة يمكن. بس ما في أمل. يلا. شوفي، هو طبعا من بعد السنة الأولى ممكن الأطفال أي شيء حواليهم ياخذوه وعلى طول يحطوه في ثوب. أيوه، اللقافة. فإحنا إيش يعني، شوفي، إحنا لو إنه الشيء اللي بلعه دخل في الأمعاء، في المريء والمعدة والأمعاء، هذا فيش منه مشكلة.
المشكله في الاختناق. لو نزل فعليا لهذه العادي ما مشكله حتى الدرهم. نعم. نعم يعني ممكن ينحشر في منطقه معينه بس اثاره ومشاكله اقل ما انه يروح للرئتين. الرحله هي الشردقه اللي بتحصل ليش؟ انه الجزء هذا بيكون بده يروح للرئتين، لو راح للرئتين هنا المشكله. هنا بتسبب الاختناق واحيانا الوفاه. اوكي. طيب هو كيف بيروح للرئتين او كيف يمر ولا هي هو الطفل وحظه يعني؟ لا هو ايش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه احنا في عندنا القصبه الهوائيه والمريء. نعم. ورا بعض. فحكمه الهيه وميكانيزم معين الاكل بيروح على المريء. نعم. ساعة ما يروح على المريء النفس بيوقف بتسكر المنطقة هذه أحيانا لسبب ما سرعة في شيء يكونوا فاتحين اثنين مع بعض فتلاقي الجزء هذا بيحاول أنه يروح لل صحيح وأحيانا بتسلنا مثلا يكون بنشرب موية بالزبط. ولا شيء وبنحس أنه لا ما هي نفس تسلن. الفكرة نعم. بس هذه مية وهذه مثلا ناتس اللي هي طب او نقود او بس شيء سؤال عرضي اخر انه يعني طب اوكي العمله والاشياء الثانيه اذا نزلت للمعده وما بتسبب مثلا ممكن تسمم او لا اي لا. مشكله طب كيف تطلع من الجسم؟ ما بتسبب شوفي اذا عدت شوفي عندنا احنا في منطقتين منطقه الجزء الاخير من المريء اذا دخلت المعده فيش مشكله احيانا بتنحشر هنا بنضطر نطلعها بمنظار يعني نعم اذا دخلت المعده مفيش مشكلة، إذا طلعت خارج المعدة دخلت على الأمعاء حتنزل في الخروج في الستول. وإذا قعدت في المعدة؟ إذا انحشرت في مخرج المعدة برضه لازم تنشرب بمنظار، بس أقصد إنه مخاطرها غير ما تكون راحت للرئتين. أيوة, أيوة أيوة لو راحت للرئتين مشكلة يعني. إنه يعني خلاص هذيك في إسعافات أولية لو راحت للرئتين؟ في إسعافات أولية. إيش يعني هي؟ يعني شو يقوم بها الأهل؟ طبعًا هم مش راح يكونوا عارفين يمكن إنه هي وين راح. بس لا هي شوفي إذا كان إنه إزرق ايوه هذه كارثه وضيقه نفس أيوة. لا هذا على الرئتين ايوه ايش يسوي الاهل؟ حيشعر لك بانه في عنده الام او مش الام يعني انه متضايق من المنطقه هذه ويبكي وبده يرجع طيب شو الاسعافات يعني؟ الاسعافات شوفي الاسعافات الاوليه في الحالات هذه شوفي صراحه هي اكثر ما تحصل كمان عند الاطفال في الشهر الاول لما انا اديهم دواء او احيانا مع الترجيع الحليب ايوه تلاقي في شويه بدها تروح على الرئتين فبزرق وبيحاول زي بيحصل له زي الاختناق وطبعا هذه بالنسبه للاهل يعني مخيفه جدا. الجزء هذا البيبيز في الشهر الاول المفروض اني انا احطه على جنبه واحاول تابنج على الباك عند على ظهره. عرفتي كيف؟ هذا اهم في الموضوع. يعني لا جميل، طيب دكتور بس سريعا عندك نقطة ثانية بدك تقولها مهمة؟ لا اللي أكبر اللي أكبر من كذا أهم شيء إنه أنا ما حاولش إني أطلعه بأصبعي. أنا ممكن إنه أدف شو جوا أكثر. فإيش تسوي؟ تاخذه عند الدكتور على طول؟ لا ممكن إنه أنا بالوضع يعني أحطه على على أنيمه على إجري كده وأعمل خمس مرات على ظهره. ضرب على ظهره بس يكون نايم يعني بالشكل هذا ميل. ما يجب. وخمس مرات على ظهره. وبعدين فغالبا بالطريقه هذه جميل الابتلاع اي مواد كيماويه مثلا منظفات او هكذا او اذا مسكها وجات حطها على عينه مثلا شوفي على عينه صراحه يعني خطيره كثير يعني نعم اهم اسعافات اوليه انه ماء بارد على العين ل 15 دقيقه وما اخليش البيبي يعني ما اخليش الطفل يفرك. انه يفرك عينه وبعدين اذا فيها اي شيء اسيبها على ما هي واغطيها واخذه على الدكتور لانه ممكن يعمل لي قرح جرح في في الكورنيا تاعت العين ممتاز جميل طبعا احنا طبعا أنا حسد عندنا انه الواحد لازم واحد من الاهل يكون طبيب لا عشان ينقذوا ويكون الامور بخير على نتمنى السلامه بالطبع للجميع نشكر الدكتور عصام عبد الباري اخصائي اطفال وحديثي الولاده على يعني النظره السريعه على الاسعافات الاوليه كل عام وانتم بخير اهلا وسهلا شكرا